قواتنا يعيدون الأمن إلى مناطق جديدة في مدينة القصير ويواصلون تقدمهم في المدينة ويقضون على عدد كبير من العصابات الإرهابية المسلحة ويدمرون أوكارهم ويلقون القبض على آخرين. مشاهدينا الكرام، نحن في أحد المناطق الجديدة التي سيطر عليها بواسل الجيش العربي السوري في مدينة القصير، طبعا بعد أن قضى على عدد من الإرهابيين وصادر كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ضمن مدينة القصير. معنا أحد بواسل الجيش العربي السوري، احكي لنا كيف سيطرتوا على المنطقة، كيف تم القضاء على عدد من الإرهابيين؟ قامت بواسل قواتنا المسلحة بالتقدم إلى ضمن المباني وتدمير وقتل العناصر الإرهابية، وكما رأينا آثار الدمار الذي خلفهم الإرهابيين في المنازل والممتلكات الخاصة بالمدنيين. طبعا الأعمال قاموا فيها كلها من أعمال جبهة النصرة الإرهابية التي تقوم بقتل المواطنين وترويعهم، والآن نقوم بالتقدم باتجاه للقضاء على بقية ما تبقى من الإرهابيين في القصير حتى نطهرها من كامل رجس هؤلاء الإرهابيين المرتزقة. كما نشاهد آثار الخراب التي خلفته المجموعات الإرهابية داخل مدينة القصير، كيف قاموا بفتح الطلاقات داخل المنازل. لنشاهد أيضا آثار إطلاق قذائف الهاون والقناصات على جدران المنازل في مدينة القصير. نحن الآن في أحد منازل المواطنين في مدينة القصير، الصورة تتحدث عن نفسها، كيف قامت العصابات المسلحة الإرهابية في مدينة القصير بالاعتداء وتخريب هذا المنزل اللي كان عبارة عن مقر ووكر لإرهابهم. وصلنا إلى أحد مقرات وأوكار الإرهابيين في وسط مدينة القصير برفقة بواسل الجيش العربي السوري بعد أن سيطر على هذه المنطقة ومحيطها تماما. كما نشاهد هنا أحد أنفاق وأوكار الإرهابيين اللي كانوا عم يقوموا بحفره للتنقل من خلاله عبر مدينة القصير لنقل الأسلحة والذخيرة والتحرك داخل المدينة، لكن بواسل الجيش العربي السوري تمكنت من القضاء على الإرهابيين والسيطرة على هذه المنطقة تماما.